بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أفعال الحج تنقسم إلى أقسام، إلى أركان وواجبات وسنن. فأركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفاء والمروة. هذه أركان. والركن أعظم من الواجب، الركن لا يتم الحج إلا به. والواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، والمبيت، والإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن تأخر، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه واجبات، هذه إذا ترك شيئا منها لا يبطل حجه، ولكنه يجب عليه فدية، يجبره بفدية. وبقية أفعال الحج غير الأركان والواجبات سنن، إن فعلها فله أجر، وإن تركها فلا شيء عليه. من ذلك التلبية بعد الإحرام، هذا سنة، و الإحرام لمن تحلل من العمرة، أو لمن كان أراد الحج من مكة يوم التروية، هذا سنة أيضا. مبيت بمنى ليلة التاسع، الذهاب إلى منى يوم ثمانية والمبيت ليلة التاسع، هذا سنة، هذا يعتبر سنة. طواف القدوم أول ما يصل إلى مكة بالنسبة للقارن والمفرد، هذا سنة، طواف القدوم سنة. البقاء في منى أيام التشريق، هذا من السنن. الصلاة الصلوات الخمس في منى، هذا من سنن الحج. هذه كلها سنن. نعم. أركان الحج: الوقوف بعرفة، فلا يتم الحج إلا به إجماع. إذا لم يقف بعرفة فإن حجه فات. إذا طلع الفجر ليلة النحر، ليلة العاشر، طلع الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. نعم. وروى عبد الرحمن بن يعمر بن أيد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل الحج فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه.
من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، يعني ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع لاجتماع الناس لمزدلفة. فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة مزدلفة فقد وهو محرم فقد أدرك الحج، ومن طلع الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه فاته الحج في هذه السنة، يتحلل بعمرة ويقضي في العام القادم. نعم. قال محمد بن يحيى: ما أرى ثوبي حديثا أشرف منه. نعم. وطواف الزيارة، هذا الركن الثاني، طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، سمى طواف الزيارة، سمى طواف الإفاضة، وسمى طواف الصدر. نعم. وطواف الزيارة ركن ما يتم الحج إلا به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صبيا حارت، قال: أحابستنا هي؟ قيل: إنها أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفق إذا. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لكن لو تركه لم يفت عليه الحج، لأن طواف الإفاضة وقته موسع، وقته موسع، نهاية ليس له نهاية، أما بدايته فهو بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة، هذه بداية طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، أما نهايته فليس له حد، فمتى طاف أجزأه. فلو تركه وسافر، كثيرا ما يقع هذا للحجاج، لبعض الحجاج لو تركه وسافر لزمه الرجوع، لزمه الرجوع والإتيان لطواف الإفاضة، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين ولو بعد سنة ما يبقى في ذمته، لا يتم حجه إلا به، فيلزمه الرجوع والإتيان لطواف الإفاضة. نعم. فدلنا على أن هذا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، يعني إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وجب أن تبقى في مكة ولا تسافر حتى تطوف للإفاضة مهما أمكن ذلك، فإن اقتضت الضرورة أنها تسافر فلتسافر، لكن إذا طهرت يلزمها الرجوع لأداء طواف الإفاضة، مهم انه لا بد منه، ولو سافر فانه يرجع. نعم. فصل: وظل لباله الاحرام والميقات والوقوف بعرفه الى البيت والمبيت بمختلفه، واجباته سبعه. نعم. اللي هي الاحرام والميقات، بقي من الاركان طواف السعي، بقي من الاركان السعي. نعم. نعم. فصل: وظل لباله الاحرام والميقات، الإحرام من الميقات الذي يمر به، هذا واجب، نفس الإحرام هذا واجب، لكن مكان الإحرام وهو الميقات، الإحرام هذا ركن، الإحرام ركن، وأما مكان الإحرام فإنه واجب، وهو المكان الذي الميقات الذي يمر به يلزمه أن يحرم منه، هذا واجب من واجبات الحج، فلو تركه وأحرم بعدما تعداه حجه صحيح، عمرته صحيحة، لكن يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن مر بهن من أهلهن وغيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. وواجباته الإحرام والميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، وقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار إلى غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انصرف قبل غروب الشمس لزمه الرجوع والبقاء إلى أن تغرب الشمس، وليس عليه شيء إذا رجع، أما إذا لم يرجع فإنه يكون عليه دم، عليه فدية لتركه واجبا واجبات الحج، أما إذا وقف في الليل ما جاءها في النهار وإنما وقف ليلة العاشر فإنه يكفيه أي وقت وقف ولو قليل، ولو مر بها مجرد مرور حصل له الوقوف. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا الواجب الثالث، مبيت بمزدلفة، مبيت بمزدلفة
إلى نصف الليل، هذا على الأقل. وجميع الليل إلى طلوع الفجر هذا هو الأحوط. وقال بعض العلماء بل هذا هو الواجب على الأقوياء، وإنما رخص لمغادرة مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة فقط. أما الأقوياء فيجب عليهم المبيت بها إلى الفجر، هذا أرجح بلا شك. نعم. والسعي، السعي هذا على رواية عن أحمد. المذهب أن السعي ركن، المذهب أن السعي ركن، لكن عند الموفق رحمه الله، موفق الدين مؤلف العمدة، أنه واجب، أنه من الواجبات. لكن المذهب لا، المذهب أنه ركن. نعم. والمبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، 11 ليلة 11 والثاني عشر لمن تعجل، وليلة 13 لمن تأخر، هذا واجب من واجبات الحاج. فلو لم يبت بمنى هذه الليالي كان عليه فدية، ولو ترك ليلة واحدة عليه فدية، أو كل الليالي، لو ترك كل الليالي عليه فدية، أو واحدة من الليالي يكون عليه فدية سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. نعم. والرمي، نعم، أيضا من واجبات الحج رمي الجمار، جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث في أيام التشريق، هذا واجب من واجبات الحج. فمن لم يرمي أصلا وجب عليه فدية، ومن ترك واحدة من الجمرات أو رمي يوم واحد وجب عليه فدية أيضا. نعم. والحلقة، حلقة والتقصير هذا آخر الواجبات، حلقة والتقصير هذا واجب، والحلقة والتقصير ليس له وقت محدد في النهاية ولا مكان. فلو نسي الحلقة والتقصير أو حاج أو معتمر نسي يحلق أو يقصر ولم يفطن إلا بعد ما سافر إلى بلده، نقول له احلق في بلدك ما يخالف، لأن الحلق لا يختص بالحرام فيحلق وهو في بلده. فإن كان في عمرة فإنه يعيد ملابس الإحرام عليه، يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر في أي مكان. أما إن كان في الحج ترك حلق أو التقصير في الحج قد تحلل التحلل الأول، فلا يلزم أنه يحلق عليه ثيابه، يحلق عليه ثيابه إذا فعل اثنين، مثلا رمى وطاف طواف الإفاضة، فإنه يخلع الملابس. فإذا نسي التقصير أو الحلق فإنه متى ذكر في أي مكان يحلق بنية أداء النسك أو يقصر في أي مكان. نعم. هذا هو الأخير من واجبات الحج، طواف الوداع، وهو الطواف الذي يفعله الحاج عندما يريد المغادرة، مغادرة مكة، آخر شيء، قوله أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وسمي الوداع لأنه عند النهاية وعند السفر، كما يودع المسافر أهله كذلك يودع البيت بالطواف، يكون ختام أعمال الحج. إلا في حق الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المريض كبير السن فلا يسقط عنه، وإنما يطاف به راكبا أو محمولا، لا بد أن يطوف، إن قدر على الطواف يمشي مشى، وإن لم يقدر فإنه يطاف به محمولا. ولا يقبل التوكيل، رمي الجمار مثلا يقبل التوكيل، يعني الحديث جابر رمينا لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أما طواف الوداع، طواف الإفاضة، السعي، هذه أركان لا تقبل التوكيل. نعم. فإن قدر عليها بنفسه وإلا فإنه يحمل ويطاف به ويسعى. اليوم العربات في المسعى
فيها توسيع على الناس، توسعة على الناس. وفي الطواف فيه الشيالات هذه يحملونها على رؤوسهم يطوفون به بالأجرة. نعم. فهذه ثمانية. نعم. أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة. إحرام سبق معناه وهو أن ينوي الدخول في النسك، هذا الإحرام، أن ينوي الدخول في النسك، دخول في الحج، دخول في العمرة. فإذا نوى الدخول فإنه يقال له أحرم، ويجب عليه حينئذ خلع ملابس المخيطة إذا كان ذكرا، ويتجنب محظورات الإحرام إذا نوى. هذا هو الإحرام، هو النية، نية الدخول. أما نية الحج أو نية العمرة هذه معه من حين سافر من بلده، وهي معه، هو ما سافر إلا هو ناوي يعتمر، ناوي يحج، لكن هذا لا يسمى إحراما. الإحرام هو نية الدخول في النسك والشروع فيه. نعم. قال ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين قرر من صلاته. أوجب الإحرام يعني شرع، معنى أوجب يعني شرع صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، يعني صلاة الظهر في ذي الحليفة، صلى الظهر ثم لبى بالحج. في بعض الروايات أنه أحرم على الراحلة، لما ركب على الراحلة. من هنا اختلف العلماء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ما صلى أو أحرم بعد ما ركب الراحلة، على قولين للعلماء نظرا لأن هذا ورد وهذا ورد. فقد جمع ابن القيم رحمه الله بين الروايتين لأنه صلى الله عليه وسلم نوى حينما فرغ من الصلاة، ولما ركب لبى، لما ركب لبى، فظنه بعض الناس لما سمعه لبى على الراحلة ظنه أحرم على الراحلة، وإلا فهو في الحقيقة محرم وهو في الأرض حينما فرغ من الصلاة. نعم. وفي حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرمنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. نعم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرمنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. هذا في حق من أدى العمرة، المتمتع الذي فرغ من العمرة وتحلل منها، فإنه في يوم الثمانية يحرم بالحج من مسكنه كما سبق، يحرم بالحج من مسكنه. نعم. وفي حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى، وأمرهم بالإحرام. نعم. والأمر يقتضي الوضوء ويستحب لا بد من الإحرام لمن كان من كان في مكة قد أدى العمرة وتحلل منها من القادمين، أو كان من أهل مكة يريد الحج، فإنه يلزمه الإحرام، لا يحج إلا وهو محرم من مكانه الذي نوى منه الحج، داخل مكة أو خارج مكة. وإحرامه يوم ثمانية أفضل، ولو أخره إلى يوم عرفة جاز، لو أخر الإحرام إلى يوم عرفة جاز هذا، لكن إحرامه يوم ثمانية أفضل. نعم. والأمر يقتضي الوضوء. المهم أنه لا يقف في عرفة إلا وهو محرم، هذا هو المهم الذي لا بد منه، أن لا يقف في عرفة إلا وهو محرم، لأن الوقوف بعرفة لا يصح إلا مع الإحرام. نعم. ويستحب النطق بذلك كما في صلاة الفرض، ويحرم من الميقات. استحب النطق بذلك بأن يقول نويت الإحرام بالحج أو بالعمرة، أو اللهم إني أريد الإحرام بالحج أو بالعمرة فيسره لي وتقبله مني، فيتلفظ بما نوى لورود ذلك. أما في غير الحج والعمرة إنه لا يتلفظ بما نوى إلا في قضية ذبح الأضحية أو العقيقة، أيضا يتلفظ بما نوى لورود ذلك أيضا، يعني يقول اللهم تقبل هذا وضحية عني وعن أهل بيتي، أو يقول هذه عقيقة عن ابني فلان أو عن بنتي، يتلفظ بما نوى في الحج والعمرة أو في الأضحية أو في العقيقة.
لورود ذلك. أما ما عدا هذه المواطن الثلاثة فإنه لا يتلفظ بالنية، لا عند الصلاة ولا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند أي عبادة. فمن تلفظ بالنية في غير هذه المواطن الثلاثة هذه بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا النية سر بين العبد وبين ربه، والله جل وعلا يعلم الأسرار ويعلم النيات بالقلوب، لا يحتاج إلى إعلان، لا يحتاج إلى إعلان. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. تلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الطواف أو عند السعي أو عند إخراج الزكاة أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بمشروع. نعم. ويقدم النبي قال: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني منازلكم. واما الوقوف بعرفه، الاحرام من الميقات واجب، اما الاحرام نفسه فهو ركن كما سبق. نعم. واما الوقوف بعرفه الى البيت فواجب لمن وقف نهارا، من وقف نهارا وجب عليه ان يستمر الى غروب الشمس الى ان ياخذ جزءا من الليل. أما من وقف في الليل فإنه يكفيه ولو أدنى وقوف. نعم. يجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني جمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه وقف بعد صلاة الظهر واستمر إلى أن غربت الشمس فأخذ جزءا من الليل، فلو انصرف قبل غروب الشمس لم يكن أخذ جزءا من الليل فيكون تاركا لواجب. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، كما حديث جابر، فإن دفع قبل الغروب فعليه دم، وحجه صحيح عند أكثرهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المبرز: من شغل صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفتت. نعم. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا هو الوقوف بعرفة ركن، سواء وقف في النهار أو وقف في الليل، إلا أنه من وقف في النهار يجب عليه أن يستمر إلى الليل إلى غروب الشمس، أما لو جاء بعد غروب الشمس فإنه يكفيه ولو قليل من الزمان، أو المرور مع عرفة يكفي، حتى لو أدرك عرفة قبل طلوع الفجر صار فيها قبل أن يطلع الفجر وهو محرم فقد أدرك الوقوف، أدرك الركن، أدرك الركن لحديث عروة بن مضرس، وأدرك قبل من صلى صلاتنا هذه، وكان قد أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ليلا يعني ليلة العاشر أو نهارا يعني يوم تسعة، فقد قضى حجه. نعم. فإذا تركه فعليه دم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. إذا ترك الوقوف إلى غروب الشمس وانصرف قبل غروب الشمس ولم يعد وجب عليه فدية، لأنه ترك واجبا. نعم. وأما المبيت بمزدلفة فواجب فيما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح، يعني بمزدلفة. وفي حديث ابن مسعود: صلى الفجر حين طلع الفجر، يعني استمر فيها إلى أن طلع الفجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل، دل على وجوب المبيت بمزدلفة. نعم. وهذا دليل على أنه بات بها، وقد قال: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا، خذوا عني يعني تعلموا، وروا عني مناسككم وافعلوا مثل ما أفعل، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. نعم. فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه لم يمت. إذا دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فإنه ترك واجبا، أما قولهم إلى نصف الليل فأخذ من إذنه للضعفة الانصراف بعد منتصف الليل. وهنا يغلط بعض
كثير بل كثير من المطوفين فلا يتركون الحجاج الذين معهم يبيتون بمزدلف ويكتفون بصلاة المغرب صلاة العشاء فيها وأخذ الجمار ويمشون. هذا غلط، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا يروى عن مالك فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض العلماء يرى لا يرى المبيت بمزدلفة هذا اجتهاد منه، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة، فقد بات فيها إلى أن طلع الفجر، قال خذوا عني مناسككم، وإنما أذن للضعفة أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. فالحجة مع من قال إن المبيت بمزدلفة واجب، هذا هو الذي معه الحجة. أما من قال إنه سنة هذا اجتهاد منه، وإن كان من كبار الأئمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نفس الإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض المطوفين من تلاعب بالحجاج عدم تمكينهم من المبيت هذه خيانة لهم، خيانة لهم، وعدم قيام بالالتزام، لأنهم التزموا أنهم يحججوهم وأنهم يكملون بهم المناسك، وكونهم لم يمكنوهم من المبيت هذا نقص في عملهم ونقص في التزامهم، وللحاج أن يطالبهم بذلك. حتى إن إذا قيل للحجاج عليكم فدية فالواجب أن يطالبوا بها المطوف، الواجب على الحجاج أن يعني لهم حق، هي واجبة عليهم لكن لهم حق أن يطالبوا بها المطوف، لأنه هو الذي غرر بهم ولم يمكنهم، لهم حق أنهم يطلبون قيمة الفدية من المطوف الذي سبب لهم ذلك، ويلزم المطوف شرعا بذلك. أما من حبسه السير ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس أو ما وصل إليها إلا متأخرا بعد ما طلع الفجر فهذا ليس عليه شيء، لأنه معذور. وهذا يقع الآن في سروات الانصراف من عرفة، بعضهم يبقى في الخط إلى بعد طلوع الشمس إلى الظهر بعضهم، هذا معذور ليس عليه شيء، لأنه توجه إلى مزدلفة ونوى هذا لكنه لم يتمكن بغير اختياره. وكذلك لو حصل لحادث ولا مرض ولا تمكن من المبيت بمزدلفة وحمل إلى المستشفى يسقط عنه المبيت للعذر، العذر الشرعي، لأجل العذر الشرعي. وكذلك من الذي يعملون للحجاج مثل الجنود الذين يعملون للحجاج وينظمون الأمور، يوجهون إلى منى على طول لأجل ضبط الأمن، وهم حجاج. إذا كان الجنود أحرموا بالحج فإنه يسقط عنهم المبيت بمزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت من أجل سقايته، لأنه يعمل للحجاج. كذلك رخص للرعاة، رعاة إبل الحجاج رخص لهم في ترك المبيت لأنهم يعملون للحجاج. كذلك الأطباء إذا أحرموا بالحج وكان عملهم يقتضي أن لا يبيتوا بمزدلفة، أن يكونوا في مواقع أخرى، فإنهم يسقط عنهم المبيت بمنى ويسقط عنهم المبيت بمزدلفة، لأنهم معذورون ولأنهم يعملون للحجاج. نعم. الله عليك. نعم. إلى غياب القمر. إلى غياب القمر هذا هو الذي في الحديث، لكن الفقهاء يقولون إلى نصف الليل، لأن الغالب أن القمر لا يغيب ليلة العاشر إلا على منتصف الليل. نعم. ولأن أم سلمة أيضا كانت ترقب القمر حتى غاب فدفعت. نعم. نعم. ها؟ كلهم معذورين إذا لم يتمكنوا
إذا لم يمكنهم المطوفون من المبيت صاروا معذورين، وتكون الفدية على يلتزم على المطوف الذي تسبب لهم في ذلك. نعم. طبعا غياب القمر متأخر عن نصف الليل يختلف، غياب القمر يختلف اختلاف المنازل. أي نعم، هو يلزمه، هو يلزمه، يكلف، يستأجر، هو يلزم. لا، يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. نعم. وإن تأخر قبل نصف الليل عليه دم لأنه لم يبت. نعم نعم. فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه لم يبت. نعم. فإن دفع على نصف الليل فلا شيء عليه لأنه يكون قد مات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص بالأملاس لترك المبيت من ذلك لأجل سقايته، وللرعاة من أجل عنته، وذلك دليل على وجوده على غيره بكونه سقط عنها ولا ينصر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بترك المبيت بمزدلفة للعباس وللرعاة، يدل على وجوبه على غيرهم، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. نعم. وعنه أن المبيت بها غير واجب ولا شيء على تاركه، والمذهب الأول لما سبق. نعم، المذهب الوجوب، والقول الثاني قول لبعض العلماء كالإمام مالك، لكن الصحيح كما ذكرنا الوجوب أخذ من السنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه رخص للرعاة والسقاة، الترخيص يقتضي أن ذلك واجب على غيرهم. نعم. بالنسبة للجنود المبيت، يسقط عنهم المبيت في مزدلفة، يسقط عنهم المبيت في منى، يسقط عنهم. نعم. ولو لم يذهبوا ما صار عليهم شيء. نعم. أصلاً. وأما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به ولا يروم عنه ما لا يروم عنه. السعي عند الموفق أنه واجب، ولكن المذهب وهو الصحيح أنه ركن، ليس بواجب فقط، وإنما هو ركن من أركان الحج لا بد منه. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد منه، وأما الواجب فيجبره الدم. نعم. وأما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به، يعني أنه ركن، هذا هو المشهور. نعم. ولا يلوم عنه ذنب وجه. أي نعم. وهو قول عائشة وعروة، وعنه أنه مستحب ولا يجب تركه ذنب. روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير، فإن الله تعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي مصحف أبي وابن مسعود: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني أخذوا من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن السعي غير واجب، لأن الله نفى الجناح فقط وهو الإثم، ولكن الصحيح أنه واجب. وأما قوله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا نفي لما حصل عند بعض الصحابة لما أمر الله بالسعي بين الصفا والمروة، وكانوا في الجاهلية كان على الصفا والمروة أصنام، كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، كما أن على الكعبة أصنام في الجاهلية، كان على الكعبة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة أصنام. فلما أمروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرجوا من ذلك، كيف يسعون بينهما وعليهما وكان عليهما في الجاهلية أصنام؟ يعني إذا سعوا بينهما تشبهوا بعبدة الأصنام، فأزاح الله هذا الحرج وقال: لا جناح عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. يعني لا جناح عليه كما توهم بعض الصحابة أنه إذا طاف بهما تشبه بالجاهلية، لأن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يضرهما أن صار عليهما أصنام ثم أزيلت، هذا لا يضر الصفا والمروة ولا يضر السعي بينهما، لأن هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. أما هذا العارض الجاهلي الذي حصل
هذا لا يؤثر ولا اعتبار له. فالآية إنما هي لنفي الحرج الذي حصل والإشكال الذي حصل من بعض الصحابة، لا لبيان النص أن السعي ليس بواجب، لم ترد بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب، قوله اسعوا هذا أمر، وقوله كتب يعني فرض، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض، كتب عليكم القصاص في القتلى يعني فرض. فالسعي واجب بالكتاب والسنة، أما الآية فلا جناح عليه الطواف بهما، فهذه ليست لبيان عدم الوجوب، وإنما هي لبيان نفي ما توهمه بعض الناس بسبب وجود الأصنام عليهما في الجاهلية. نعم. وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ينحط عن درجة الخبر، يعني مصحف أبي. نعم. لأنهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار القاضي أن يكون حكمه حكم الرمي، يكون واجباً يلوب عنه الدم. ووجه الأول ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال وجه الأول اللي هو الركنية، أنه ركن. نعم. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، هذا معناه أنه واجب. نعم. 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 وأما الآية فنزلت لما تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام. وأما الآية فنزلت لما تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، لما كانوا يطوفون فيهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا في الصفا والمروة. كذلك قالت عائشة. وروي عن حبيبة بنت أبي تجراد قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئذره يدور في وسطه من شدة سعيه حتى أقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال شيخنا هذا دليل الوجوب، هذا دليل الوجوب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسعوا إن الله كتب عليكم السعي. نعم. قال شيخنا وقول القاضي أقرب للحق إن شاء الله تعالى، فإنما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي إنه واجب وليس بركن، رجحه الشارح، لكن الصواب أنه ركن. نعم. فإنما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يقول اسعوا ويكون هذا من فعله، يقول اسعوا إن الله كتب عليكم، هذا أمر وهو مجرد فعل. نعم. فإنما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه دليل على وجوده، ولا يلزم كونه ركنا كالرمي والحرق وغيرهما. نعم. وقول عائشة يعارضه قول غيرها، فمن مذهبه أنه ليس بواجب. يعني قول عائشة لا أتم الله، على عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يقول هذا اجتهاد منها. نعم. وحديث بنت أبي تجراح قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المعمد وقد تكلم في حديثه، ثم هو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب. نعم. المختار أنه ركن، أنه ركن من أركان الحج. نعم. فصل. والمبيت بمنى واجب، وعنه أنه غير واجب. قال ابن عباس رضي الله عنه إذا رميت فبت حيث شئت. ووجه الأولى الرواية الأولى يعني. ما سبق من ترخيص العباس بالمبيت بمزدلفة. عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا قول عبد الله بن عباس، الرسول بات في منى وقال خذوا عني مناسككم، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا رميت فبث حيث شئت، فالواجب الاتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرسول فليس لأحد قول، وإن كان من أكبر المسلمين وأفضل المسلمين، فالحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن قول ابن عباس بت حيث شئت يحتاج إلى إثبات عنه. نعم. وقول عائشة
فصل. والرمي واجب. قالت عائشة: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس. رواه أبو داود. وقال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم. وقد قال: خذوا عني مناسككم. رمي الجمرات واجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في يوم النحر وفي أيام التشريق، وقال: خذوا عني مناسككم. هذا دليل الوجوب، دليل الوجوب قوله: خذوا عني مناسككم. نعم. فصل. والحلق واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أنس: لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة مبين للقرآن، مفسر للقرآن، أن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. بيان هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعل الرسول إذا كان بيانا وتفسيرا للقرآن فهو واجب. نعم. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح، ثم دعا للحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بينه وبين من يليه الشعر والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود. وقد قال: هذا دليل الحلق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما ذبح الهدي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، فدل على أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج. وأما تقسيم الشعر هذا للتبرك، قسمه بين أصحابه للتبرك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص بشعره صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. أما شعر غيره فهذا لا يجوز التبرك به، ولو كان من أو ولو كان أفضل الأمة كأبي بكر الصديق وعمر خلفاء الراشدون الصحابة، ما ذكر أن أبا بكر وزع شعره بين الناس مع أنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر وأبو بكر وعلي وعثمان وعلي خلفاء أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وغيره من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهم أفضل الأمة، ما ذكر عن واحد منهم أنه يتبرك بشعره أو بريقه أو بعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به في حياته، خاص به، من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم يتبرك به، تبرك بثوبه، بعرقه، بريقه، بشعره صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل فيه بركة. أما آثاره التي وقف فيها أو جلس فيها أو صلى فيها هذه لا يتبرك بها، لأن الصحابة وهم أعلم الأمة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون بالأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها، ما كانوا يذهبون إليها ويتحرونها، ما كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، وما كانوا يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، ما كانوا يفعلون هذا، وهم أعلم الأمة وأنصح الأمة وأحرص الأمة على الخير، فتركهم هذا دليل على عدم مشروعيته. بل إن عمر رضي الله عنه لما علم أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يتبركون بها أمر رضي الله عنه بقطعها، فقطعت من أجل إزالة وسائل الشرك، لأن هذا لو استمر أحدث الشرك في الأمة. ولا شك أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. الحاصل أن التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية هذا مشروع، أما التبرك بآثاره في الأرض مكان جلوسه ومصلاه وما أشبه ذلك فهذا غير مشروع ولا جائز، بل هو بدعة. نعم. ومن باب أولى غيره من الأولياء والصالحين لا يتبرك بهم ولا بآثارهم ولا بشعورهم،
هذا كله غلط، هذا من أسباب وقوع الشرك. نعم نعم. ها؟ قياس غير صحيح هذا، هذا قياس غير صحيح، لأنه لا يقاس شعر غير الرسول بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. قياس إذا كان هناك فارق ما يصح القياس، ولا أحد يماثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشابهه. وأيضا لم يكن هذا من عمل السلف، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يحرم، فلو علموا أن هذا جائز وهم أحرص الناس على الخير لفعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرون والأنصار ما كانوا يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال به من قال فهو مردود. نعم. ما اطلعوا على شيء، لو اطلعوا على شيء وذكروه لنا نظرنا فيه، لكن ما ذكر إلا القياس، تقول قياس ما يصح. نعم. وأمر بالتقصير، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هدي فليقف للبيت. نعم. من لم يكن له هدي فليقف. أعد العبارة اللي قبل. هذه مهمة، مسألة التبرك هذه مسألة مهمة، لأنه يلبس بها كثير من الضلال اليوم، يلبسون بمسألة التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه، ويريدون أن يجروا هذا إلى أفعالهم مع من يعظمونهم من مشايخ الطرق ومن يدعون لهم الصلاح والولاية، فأضلوا الأمة بهذه الطريقة. سمعتم ما حصل في الهند من حول المسجد اللي يقولون فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إن هالمسجد فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خرافة. ما كونه مسجد يصلى فيه نعم له حرمة، أما الشعرة هذه خرافة، ما للرسول صلى الله عليه وسلم شعر الراحل الهند ولا غيره، هذه خرافة يريد الدجالون أن يضللوا الناس بها. في تركيا يقولون فيه شعر للرسول، فيه كله غلط. كما أن من أراد أن يتأكل ويضل الناس قال أنا من أهل البيت، جعل نفسه من أهل البيت، صار من القرابة، كله ضلالات. حتى لو صار من أهل البيت ما ينفع إلا عمله صلاحه، ولا يتبرك به، ولا هو من أهل البيت ما يتبرك به. أفضل أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما ورد أنهم كانوا يتبركون به، ولا هو دعا إلى هذا، بل كان ينكر. لما غلا فيه الغلاة من الشيعة أمر بتحريقهم بالنار، لما غلوا فيه غلاة الشيعة في علي رضي الله عنه أمر بهم فأحرقوا بالنار، أنكر عليهم هذا. وهو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. نعم. فالواجب معرفة هذه الأمور، لأن الضلال يلبسون على الناس. نعم. ويريدون أن يجروا الأمة إلى الضلال، لأن الشيطان يملي عليهم هذه الخرافات. نعم. الله أعلم، ما ثبت هذا، ما ثبت هذا، ولو ذكره الذهب، الذهبي ذكر أشياء في سير إعلام النبلاء، أشياء عجيبة، أشياء لا تصدق. نعم نعم نعم. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقرب يوم النحر، ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالكلاب فأخذ بشق رأسه الأيمن، فحلقه، فجعل يقسم بينه وبين من يريد الشعرة والشعرتين. اللهم صل. ثم أخذ بشق رأسه الأيسر، فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود. يقسمه ما. وقد قال خذوا عني مناسككم، وأمر بالتقصير، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هدي فليقف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قوله وليقصر هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب، فيدل على وجوب التقصير والحلق. نعم. يقول
الحلق الحلق هو الأصل. إذا كان أمر بالتقصير فأمره بالحلق من باب أولى. نعم. فصل وطواف الوداع واجب. إذا بعث الله عنك في العمرة السابقة للحج متمتعين. نعم. قول ابن عمر للرسول: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. هنا. يعني ما معه شيء يذبحه؟ ما معه هدي يذبحه؟ يعني في عمر في حجة الوداع لما تحلل صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلل لمن لم يسق الهدي. مع ناس مفردين ولا معهم هدي. نعم. بالأمر عفى الله عنه بالتقصير وليس بالحلق. لا لا، الأمر بالتقصير أمر بالحلق من باب أولى. نعم. أمر بالتقصير أمر بالحلق من باب أولى، لأن الحلق أفضل من التقصير. نعم. هذا الأولى، هذا الأولى ما هو هذا الأولى ما هو ممنوع من الحلق، لكن الأولى أنه يقصر ليترك الحلق للحج. ولو حلق المعتمر ما في بس. نعم. فصل وطواف الوداع واجب بدليل ما سبق من حديث ابن عباس: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض. يكون اخر عهدهم بالبيت يعني بالطواف، يعني يطوفوا به، هذا طواف الوداع. كونه امروا الامر يدل على الوجوب، فطواف الوداع واجب. نعم. مساله وأركان العمرة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. أما واجباتها فالإحرام من الميقات، إحرام من الميقات أو من أدنى الحل، والحلق أو التقصير، يعني لها واجبان: إحرام من الميقات أو من الحل لمن كان في مكة، والثانية الحلق أو التقصير. نعم. فلها ثلاثة أركان ولها واجبان، وأما الوداع فليس لها وداع. نعم. وأركان العمرة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليقصر بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. نعم. وأمره يقتضي الوجوب متفق عليه، ولأنه طواف في عبادة كان ركنا فيها في الحج. نعم. مسألة وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. إحرام من الميقات يعني، أما الإحرام نفسه فهو ركن. إحرام نفسه حكم، يعني لو اعتمر بدون إحرام، بدون أنه ينوي الإحرام، ما صحت عمره. نعم. كما في الحج وواجباتنا الإحرام والسعي والحلق كما في الحج. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وقد أمر بالحلق في حديث ابن عمر بقوله: فليقصر وليحلل. نعم. والتقصير مقام الحلق. تقصير مقام الحلق. اي نعم، فالحلق من باب اولى، اذا كان امر بالتقصير فالحلق من باب اولى. نعم. مسألة: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. لم يتم نسكه الا به مما سبق، يعني لا بد ان ياتي به. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم بما سبق. نعم. ومن ترك سنه فلا شيء عليه. نعم. لانه ترك سنه في عباده فلم يلزمه لها جبران كالصلاه. السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة. نعم. مسألة: ومن لم يقف لعرفة حتى طلع الفجر. يكفي، نقف عندها عند الفوات. نعم. الحديث الصحيح لما قال أحابسة نبي، يعني إذا ما طاف طواف الحج يلزم المكوث في مكة حتى يطوف؟ يلزم المكوث، وإن سافر يرجع. نعم. يترخص بالسفر ثم يرجع. اي نعم، ما يخالف، لكن بشرط انه ما يحصل منه جماع ولا شيء، لما يخلص، لانه يعني ما تحلل التحلل الثاني، باقي عليه التحلل الثاني، فلا يجوز له جامع اهله. نعم. طبعا يتبع اثر الرسول لا لقصد التبرك بها، بل لتحري السنه في فعل عبد الله بن عمر في المكوث في اماكن التي مر بها غير مشروع. هذا غير مشروع، يعني ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه أحد من الصحابة،
لم يوافقه أحد، هذا اجتهاد منه. يقول العلماء إن هذا اجتهاد من ابن عمر، لم يوافقه حتى أبوه، ما وافق على هذا. ألا من شدة حرصه رضي الله عنه على الاقتداء، لكنه لا يوافق على هذا. نعم. ويكون عفوا عن الاقتداء. نعم. نعم. يكون ابتداء. نعم. يكون ابتداء. نعم. لو فعله أحد الآن صار ابتداء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعرف منتصف الليل بالساعة اليوم؟ منتصف الليل يختلف باختلاف الفصول، يعني الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شوفوا تغرب الشمس عليه ويطلع الفجر عليه، واقسم ما بينهما تعرف نصف الليل. هذا يختلف باختلاف الشتاء والصيف، لأن الليل يطول ويقصر ويعتدل أحيانا. فشوف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم هو من ساعة، واقسمه نصفين تعرف نصف الليل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نويت الحج ومنعني النظام، فتجاوزت الميقات إلى ملابسي، وكنت ناوي الحج ولم ألبس ملابس الإحرام إلا في مكة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذا يتحيلون العمال، كثير من العمال المستقدمين، لأنهم ممنوعين من تكرار الحج من أجل الزحمة، وهم يحتالون يمرون على الميقات بثيابهم ناوين الإحرام، إذا تجاوزوا خلعوا ملابس المخيطة ولبسوا ملابس الإحرام، هذا غلط لا يجوز. لكن حجهم صحيح، حجهم صحيح، ولكن يجب عليهم فدية عن لبس المخيط بعد الإحرام، يجب عليهم فدية، فدية لبس المخيط. فدية لبس المخيط مخير فيها بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، مخير. فإن أراد الصيام يصوم في أي مكان، وإن أراد الإطعام أو الذبح فلا بد أن يكون في مكة مساكين الحرم. نعم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم حج من تحلل التحلل الأول بعد عظم الجمرات الأولى ووكل على الهدي لأحد الشركات المعتمدة للكناة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. توكيل يجوز. التوكيل في ذبح الهدي يجوز، سواء وكل شخصا أو وكل الشركة المعتمدة، لأن معها ترخيص ومعها فتوى من هيئة كبار العلماء، فهي معتمدة. فإذا دفع إليها النقود لتشتري تذبح عنه أجزأه ذلك إن شاء الله، أو وكل شخصا منفردا، يعني من يثق به أن يشتري له هدية يذبح، لا بأس، توكيل جائز في هذا. الأكل من الذبيحة سنة، ما هو بلازم، إذا ما أكل منها هي تصح، يكون تاركا لسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، ألا يقاس وجوب المبيت المزدلفة إلى طلوع الفجر على وجوب الوقوف عرفة إلى الليل، على من وقف نهارا، وأن من دفع قبل طلوع الفجر من مزدلفة عليه ذنب كمن خرج من عرفة قبل المغرب؟ لا يحتاج إلى قياس، هذا فيه نص، فيه نص، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف إلى طلوع الفجر هو ومن معه، هذا نص ما يحتاج قياس. ولذلك قال كثير من العلماء المحققين كابن القيم إن الأقوياء يجب عليهم المبيت إلى طلوع الفجر، وإن اقتضى الأمر أنهم ينصرفون مع الضعفة من أجل حاجة الضعفة إليهم ينصرفون، لكن لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، هذا الذي يراه ابن القيم في زاد المعاد، وهذا له وجه من القوة. نعم. إيه نعم، إذا على هذا القول الذي اختاره ابن القيم، إذا رمى قبل طلوع الشمس يكون عليه دم، أو كذلك إذا انصرف يجوز له، إذا كان ضعف يحتاجون له لا بأس ينصرف معه. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، ما حكم من لم يستطع القرآن؟